السلام عليكم، شلونكم يا شباب يا صبايا؟ ان شاء الله تكونوا كل صحه وعافيه. بهذا الفيديو اليوم فيديو سريع شوي، رح احكي عن شركه فودافون شو صار معي. هلا انا شوي تجربتي سيئه مع هي الشركه، وما سدت امتى خلصت منها. من تقريبا بال 2016 عملت عقد، خلصت منه بال 2018. مثل حالي هون الحمد لله رب العالمين، خلصت من هي الشركه حقلب على غير الشركه. انا قلبت على يونيتي 100 طب غم 3 شهور اشتريت الفودافون، فما استفدت شيء، رجعت لعند الفودافون مصيري. ف لغيت العقد عند يونيتي ميديا هلا، وقلبت على شركه التليكوم. بدنا نجرب هي الشركه، نجرب حظنا فيها. فبتحس شركات الانترنت هون اذا صح لهم انه يسحبوا منك مصاري، فبيسحبوا انه مثلا لو بيسحبوا يفوت على الكونتو تبعك، يسحب كل شيء ويطلع يضل ماشي. اذا انت ما سالته ممكن انه تروح عليك كتير مصاري. طيب كيف؟ انا بعرف كتير اشخاص صار معهم مشاكل بعقود الانترنت، عقود الجوال، بيسحبوا منهم مصاري وما بيلاحقون، يعني ما بيسألوا انت ليش سحبت. بيقول لحاله بجوز انا خربي، بجوز في شيء بالعقد انا ما يفهمانه، وهذا الشيء غلط كتير كبير. يعني انا لغيت العقد معهم، وصلني هذا البريد. بريد هو عم يقول لك انه تجدد العقد مع انه انا عامل الغاء، وصلني البشتاتيكم تبع الغاء العقد. فهون مكتوب انه لا، انت تمدد العقد تبعك سنة وصار الدفع عندك 34.15، يعني زاد الرقم 10 يورو لانه انا هنن اعتبروني انا ما فصلت حالي، وايضا انه لازم انا تدفعهم. ففي بعض الناس بتقلك ايه بجوز انا مالي متذكر، انا مالي فاصل او كابب البشتاتيكم تبع الالغاء. يعني في كتير قصص اكيد الكل بيعرفها. فصفنت هيك انه يحرق اخته، يعني ليش انا ادفع مصاري زياده؟ فورا حكيتهم وقالوا لي يلا يومين وبنرجع بنخبرك. قال لي رجع حكاني، قال لي انا بعتذر منك، في غلط من عنا، الدفع هو مو 34.15، هو بتدفع بس نص الشهر اللي كان بقيان عليك لمدة الغاء. يعني انا كان العقد تبعي ل 14.5، فلازم انا ادفع ل 14.5. قلت له بالنسبة لتجديد العقد، قال لي لا هذا غلط من عنا. فالفكرة تبعي من هذا الفيديو انه ممكن كتير يسحبوا منك مصاري، وانت تقول انه ممكن انا نسيان، يسحبوا يورو زيادة او 2 يورو زيادة، هي مو عشان قيمة المصاري. هاي المصاري بالاخير انت تعبان فيها ولازم ما تدفع وين ما كان. فلذلك اي بريد بيجيك من شو ما كانت الشركة حسيت انه بيدفع زيادة، اتصل فيهم وشوف شو هي المشكلة. في اشخاص كمان هدول بيستفزوني كتير، اللي هن مثلا اجا الفودافون سحب منهم 50 يورو هذا الشهر، وهو بيدفع 25 يورو وما عارف هاي ال 25 شو هي. ما بيحاكي الشركة، بيروح على البنك بيرجع، بيساوي تسوق لللاست شغفت اللي هنا سوا، لانه هون القانون خلال 8 اسابيع عفوا بتقدر انك انت تساوي تسوق لللاست شغفت. بس انه اذا انت مثلا شاكك فيهم انه المبلغ غلط او شيء، بس انه حيرجعوا يسحبوها، يعني هي عليك بالاخير. فهدول الناس هن طريقتهم غلط، انت عم تعالج الغلط بغلط. فلما انت بينسحب منك مصاري بتمسك تليفون وبتدقلهم وبتفهم شو هي الفكرة، او اي شخص لغته الالمانية جيدة اذا انت لغتك ما لها جيدة، وبتفهم منه التفاصيل ليش انسحبوا. الطريقة تبع ارجاع لاست شغفت هي طريقة غلط، لانه هي المصاري عليك وحيرجع يسحبوها مرة تانية مع رسوم اعادة السحب مرة تانية. فلذلك هذا الفيديو كتير قصير بس لتعرفوا انه تنتبهوا كتير منيح على عقود الانترنت، عقود الكهرباء، اي عقد انت بتساوي را مرة ومرتين وثلاثة وسأل عليه، واي مبلغ بينسحب منك زيادة خليك عم تركض وراهن لتعرف ليش هذا المبلغ انسحب. بتمنى الكل يضل بصحة وعافية، بشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.